السلام عليكم. أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين. النهاردة معنا وحلقة جديدة من حلقات الرعب ومعانا قصة السحر. ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل حكايات. ويلا بينا بقى بسرعة نبدأ حكايتنا النهاردة. مراتي ماتت بعد سنة من جوازنا وكانت صدمة عمر، لحد النهاردة مش قادر اتخطاها ولا عديها، كأن الحياة وقفت بموتها، وخصوصا ان فضلت طول عمر احبها. وبعد ما اتجوزتها وقلت كل حاجة بقت تمام وحققت حلم عمري، ماتت وفرقتني وسابتني لوحدي بتعذب في بعدها عنها. لكن كل ما افتكر العذاب اللي عشته في السنة دي بقول انها ارتاحت اخيرا. كان تعبها كبير وغريب ومخيف، لا دكاترة قدروا يشخصوا مرضها ولا شيوخ عرفوا تفسير اللي كان بيحصل، وفي النهاية راحت مني. من بعد شهر جواز بدأت ألاحظ انها بتتعب كتير قوي، بتدوخ دايما وبتصدع وعينها بتزغلل، وكل ما تبقى قاعدة وتقوم تقف او توطي وتترفع بتشوف الدنيا سودة لثواني، وبعدين الرؤية تبقى طبيعية. قلت يمكن تعب حمل او انيميا، لكن لما رحنا للدكتور اكد ان لا في حمل ولا انيميا وما كانش عنده اي تفسير للي. بس انها مشوفش انها تنمي مع مرور الوقت التعب بدأ يزيد واتقلب لإعياء مستمر، خمول في الجسم وكسل، قيء دايما حتى لو ما كانتش كلت ولا شرب، تكسير في الجسم ووجع وألم. بدأت تخس بطريقة ملحوظة جدا وتحت عينها بأسود من قلة النوم. كنت أقلق من نومي، ألاقيها صحية قاعدة في الأرض وباصة في اتجاه السقف ومبرقة وعينها طالعة لبره. ولو اتكلمت وسألتها قاعدة كده ليه ما تردش علي وتقوم تنام عادي، وتاني يوم الصبح ما تبقاش فاكرة اي حاجة خالص. وكنا كل ما نروح لدكتور يشخص حالتها تشخيص مختلف، مرة انيميا حادة، مرة اعياء من مجهود معين، برغم انها اصلا ما بتعملش اي مجهود وما بقتش بتتحرك من سرها من الاساس، الا لو قامت للحمام او جالها نوبة القيء. لحد في مرة صحيت من النوم قرب الفجر شاشة، ولقيتها واقفة في الصالة وبصة ناحية الحمام والمطبخ وبتتكلم مع حد. وأول ما قلت لها بتتكلمي مع مين، لفت رقبتها بطريقة غريبة جدا وبصت لي بغضب وقالت لي بصوت غليظ ومرعب: اسكت مالكش دعوة. وفجأة وقعت على الأرض مغمى عليه. جريت شلتها ونمتها على السرير وبدأت أفوقها، وبعد حوالي ربع ساعة فتحت عينها وهي بتقول باستغراب: وانا فين؟ سألتها كانت بتكلم من ناحية الحمام، جاوبتني بإجابة غريبة جدا. قبضت قلبي وقالت: انا مش فاكر غير اني كنت في قبر ضلمة في نور ضعيف قوي، والنور كان عاكس خيال شيء مخيف كان بيقرب علي وشايفاك بس بعيد جدا، واول ما انت ندأت علي هو اختفى وانا فقدت الوعي. فضلت تعيط وانهارت من العياط. حاولت اهديها وعرضت عليها نحو الدكتور نفسي، لكنها رفضت وغضبت جدا، وعشان ما زعلهاش غيرت الموضوع ولغيت الفكره، وقمت عملت لها كوبايه ينسون عشان تهدى وتنام. وفعلا اول ما شربتها نام. تاني يوم الامور تطورت اكتر، وبقت وهي صحيه وقاعدين كده الاقيها بتتكلم مع حد بكلام مش مفهوم، واسالها ما تردش بترجع تغير الموضوع. فضلت على كده كام يوم، لكن اللي خلانا عديها ان صحتها بدأت تتحسن شوية، والقيء المستمر وقف ورجعت تاكل افضل من الاول، وبدأت تنزل السوق. بس كانت بتغيب قوي بره، عمر ما شكيت فيها، بس كنت خايف عليها لا تأذي نفسها، وخصوصا بعد كل اللي هي مرت بيه ده وانا شاهد عليه بعيني. اضطريت مرة انا اراقب، فلقيتها راحت ناحية المقابر في منطقة ناحية الجيزة، ومعرفش ازاي وصلت لها او جالها قلب تدخلها. انا وانا ماشي وراها ولقيتها قربت من المكان ده خفت اصلا اكمل، ولولا ان هي اهم حد في حياتي كنت رجعت وسبتها المسار. لما كملت وراها لقيتها وقفت قدام حوش
بصت حواليها ودخلت. وانا قربت واستخبيت بس كانت الرؤية واضحة. شالت غطا القبر نفسه ونزلت جوه. كانت صدمة بالنسبة لي وما كنتش عارف اعمل ايه ولا اتصرف ازاي، اكمل وراها ولا ارجع، لان اللي هي بتعمله ده خارق وخارج حدود اي عقل. خدت القرار ورجعت البيت، حسيت ان في حاجة غلط، واتأكدت لما رجعت البيت لقيتها موجودة وقالت لي بأسلوب تحذير وتهديد: ما تمشيش ورايا تاني، هو مش عايز، ادي اللي انت كنت سبب فيه هياخدني منك، افرح واتبسط باللي انت عملته واللي وصلتني ليه. جيت اقرب منها يدوب بس صدت ايدها بصدري، وقعت من جوه دفعتها وزحفت متر على الارض، ووشي خبط في الارض وحجبت اتفتحت. لقيتها بتجري عليا مخضوضه وبتقول: ازاي حصل لك كده، انت وقعت ازاي؟ الغريب انها اتبدلت، والاغرب انها جت من بره مش من الشارع. كانت دماغي تقيله من الخبط، والدم نازل على وشي، وهدومي سندتني. نزلنا اقرب عياده وتخيطت 4 غرز، ولما رجعنا كنت حاسس بتعب رهيب، فنمت غصب عنها. وتاني يوم قلت لها لازم نروح لدكتور نفسي، وما تخافيش انا جنبك. ومعرفش ليه وافقت بالسهوله دي، كنت حاسه ان السهوله دي وراها حاجه مخيفه. بعد ما رحنا للدكتور كان تشخيصه ان عندها اكتئاب حاد وصدمه نفسيه وعصبيه. كتب لها على شويه مهدئات وحدد لها ميعاد اسبوعي، وفات بعدها 3 شهور حالتها بقت مستحيله حد يتحملها ولا يتخيل. بقت تكسر كل حاجه في الشقه، ما بقتش اقدر عليها في وقت غضبها اللي بتتكلم فيه بصوت بشع وكانها راجل، وعينها بتقلب ابيض لدرجه ان انا واخواتها الاثنين الرجاله كنا بنستعمل كل قوتنا في اننا نقدر نسيطر عليها، وبالعافيه كمان بنقدر. بعد ما نتخبط ونتضرب وكل الامور بتوصل لاصابات، وفي مره ضاع اخوها اتكسر. كانت بتفضل تقول ان في حد معانا في الشقه، وكل ما نروح مكان او لشيخ تفضل تقول ان كل الناس بتبص لها وتتخانق مع اي حد. وكان مننا للاسف بنضطر نقول للناس انها مريضه وبتتعالج ونقدم اعذار ملهاش اخر. كل شيخ كان بيأكد ان معمول لها سحر قوي جدا من واحد دجال كافر، ومحضر عليها جن كافر معذبها ومسيطر عليها. وعشان الموضوع ده يتحل محتاج صبر ووقت كبير جدا وجلسات كتير. الموضوع مش سهل نهائي. وفي مرة غضبت من شيخ غضب عنيف جدا وضربته في صدره راح في غيبوبة. لولا ستر ربنا فاق وما مات، ولا كنا رحنا كلنا في داهيه. حالتها خرجت عن السيطره نهائي، لدرجه ان في يوم لقيتها فتحت ثلاجه وبتاكل الفرخه نيه. ومره تانيه اكدت لي ان مبقاش في امل خلاص لما لقيتها واقفه في الحمام وماسكه فار صاحي وكبير، وفصلت راسه عن جسمه وبقها وكلته وهي بتضحك ضحكه مرعبه. بعدها بمده قصيره مراتي ماتت وسابتني لوحدي، وساعتها بس عرفت ان انا كنت سبب ضياعها، واللي عملته معاها زمان اتقلب عليا وعليها وخلانا في كده. انا السبب زي ما قالت، والعمل اللي عملته لها عشان تفضل جنبي وما تسيبنيش وتتقطع عن العالم كله وتبقى معايا اتقلب دمار وشقلب حياتي وبوظها. هو كان مأكد لي ان السحر ده يضمن وجودها جنبي ومش هيخليها تبعد او تتأذى. انا كنت عارف انه ده خجال ومش شيء، بس كانت نيتي خير، كنت عايزها جنبي دايما، كنت عايزها ما تفرقنيش ابدا، حبيتها لدرجه جنوني خلتني عايز ومستعد اعمل اي حاجه عشان تفضل جنبي ومعايا وما تشوفش غير مهما حصل. يمكن دمرت او عله سيطرت عليا، بس كانت نيتي سليمه والله، كنت بدافع اني بحبها وعايزها جنبي وبس، وحياتي اتدمرت وانتهت وتقريبا ده جزاء. بس انا عايش بتعذب، بس بعد ما هي ماتت حسيت ان ده ذنبي انا ولازم انتقم من الدجال ده. دورت عليه في كل مكان عشان حاولت اوصله بكل الطرق لكن ما لقيتهوش، ولقيت نفسي انا الطرف الوحيد اللي خسر كل حاجه، خسر نفسه في الاول وخسر ربنا لما مشى في سكه وهو متاكد وعارف ان اللي بيمشيها بيبقى كافر وخارج عن المله، خسرت حياتي وشفت المر، واخرها خسرت حب عمري وحياتي كلها. والنهارده انا قررت اعاقب نفسي واكتب الجواب ده واسيبه هنا، عشان لما يفتحوا باب الشقه عليا بعد ما انتحر يعرفوا ان كنت اسوأ واحد في الدنيا، الشخص اللي اعماه الشيطان ومرضه دمره
كل حياته بإيده اتدمرت. النهاردة هتكون نهاية الحقيقية اللي بدأت لما قررت أمشي في سكة الشيطان أو سكة هوى نفسي قبل الشيطان. كده خلصت حكايتنا. شكرا لكل اللي وصل معايا في الفيديو لحد هنا. ما تنسوش بقى اللايك والكومنت والشير للفيديو للقناة كلها. كان معكم زيزي، استنوني في فيديو جديد وفي حكاية جديدة، وإلى اللقاء.